الاستاذ برزة سي حسين، انتما كذا الان دخلنا المرحله الاستئنافيه ديال جرائم الاموال اللي كتنظر في الملف كما نقول دائما مشتهر اعلاميا بملف الفساد الاداري والمالي لجامعه فاس. اليوم لاحظنا في اول جلسه ديال المرحله الاستئنافيه تقدمتوا بنفس الملتمس اللي قدمتوه ابتدائيا، وهو استدعاء رئيس مصالح جامعه فاس او مدير مصالح جامعه فاس محمد الذهبي. لماذا كل هذا الاصرار لاستدعاء هذا المسؤول الجماعي؟ شكرا سي الدري. اول حاجه هذا الاصرار هذا هو داخل في اطار المحاكمه العادله، لانه لا يعقل ان مجموعه من المتهمين يعني في جميع اطوار المحاكمه اثناء المرحله الابتدائيه كانوا يعني كان الاسم ديال الذهبي يتردد، لانه باعتباره مدير المصالح الاقل كان على المحكمه يعني خلال المرحله الابتدائيه ان تستجب لهذا الملتمس، ونحن كدفاع يعني ديال السيد البوصيري يعني بالعكس نحن يعني جد سعيدين على اساس ان محكمه استئنافيه مشكوره يعني قد استدعت حتى المشتكي يعني خالد حدون اللي كانت المحكمه الابتدائيه رفضت الاستدعاء ديالو بدعوى انه حاضر بطلباته المدنيه. يعني المحكمه الامتحانيه نفسها ارتأت ان تستدعي المشتكي قصد الاستماع اليه، ويعني بدورنا يعني كنا غنتقدموا بنفس الملتمس لولا ان تم استدعائهم. بخصوص مدير المصالح يعني ولاول مره على الاقل يعني حتى اثناء من خلال يعني بعد المداوله في هذا الملتمس قررت المحكمه الموقره يعني ارجاء البت في هذا الملتمس الى حين المناقشه، يعني بمعنى حينما ستتم مناقشه الملف يعني مع جميع المتهمين ومن خلال استماع جميع الشهود ستبين المحكمه اذا كان ضروريا استدعاء هذا الشخص يعني امامها ام لا، ام الاستغناء عن يعني عن شهادته، ويعني المحكمه الموقره واسعه هذا. لكن الاستاذ برصا بالنسبه لهذا الرد ديال هيئه الحكم في غرفه جرائم الاموال الاستئنافيه، الا ترى بانه ربما قد يكون نفس السيناريو سيعاد استئنافيا؟ لان حتى الناظره ديال هذه الهيئه على مستوى الابتدائي كذلك كانت خدات قرار ديال ارجاء البت في استدعاء المدير العام للمصالح بعد المناقشه ديال الملف، ولاحظتم بانه نقش الملف وكانت المرافعات واعدتم بشكل مليح على استدعائه، وواجهتكم هيئه الحكم ابتدائيا بانها ستنظر في هذا الملتمس عند انتهاء المناقشه. انتهت المناقشه وصدرت الاحكام وبقي هذا استدعاء المدير العام للمصالح عالقا، وها هو يعود من جديد للواجهه، ربما قد يكون نفس السيناريو استئنافيا. كيف تعلق؟ هو بالنسبه للمحكمه خلال المرحله الابتدائيه اول حاجه انا بالنسبه لي يعني هي لم ترجئ البت الى حين المناقشه، هي ضمته الى الموضوع، بمعنى ان اثناء المداوله حين يكون ضم الى الموضوع اثناء المداوله يعني اذا رسأت المحكمه استدعاء هذا الشهيد فستخرج الملف من المداوله قصد استدعائه. ولكن يعني خلال هذه المرحله الاستئنافيه ارجعت البت فقط الى يعني ما بعد المناقشه، بمعنى حينما يتم الارجاء البت الى ما بعد المناقشه بان المحكمه اول حاجه اول شيء يعني سيكون لها اطلاع على الملف برمته وبحيثياته، بحيث اذا كان هناك يعني حتى الاحضار ديال هذا الشخص او الاستدعاء ديالو من طرف المحكمه المقرره، يعني اذا كان لن يفيدها في شيء يعني وكانت الامور قد اطرحت يعني المحكمه المقرره فسيتم استغناء عن استدعائه. ولكن اذا كانت هناك مجموعه من النقاط وهذا ما سنعمل على توضيح حتى اثناء مناقشه الملف المحكمه المقرره فاكيد انه ستعمل على استدعائه والاستماع اليه. بالنسبه للسؤال الاخير الاستاذ برصا، لاحظنا كذلك انكم تقدمتم ملتمس ثاني يتعلق بتمكين المؤازر ديالكم من يعني انه يعطي وكاله
الابنه ديالو باش تكلف بالتسيير والتدبير ديال الشركه ديالو. واش هذا الملتمس يبدو ان المحكمه عاد غتنظر فيه في نهايه الجلسه، واش كتشوف على ان المصالح الاقتصاديه ديال الموكل ديالك تستوجب انهاء هذا الملتمس اللي سبق لكم قدمته كذلك ابتدائيا، وبالتالي طراعي الظروف ديال هذا المؤازر ديالكم موجود في حال تعتيق؟ اول حاجه كنشكرك على هذا السؤال، لانه فعلا يعني من ضمن المسائل التي تحز في قلبي كدفاع، يعني من خلال ما عايشته يعني في اطار يعني تدبير يعني الزوجه ديال البوصيري ولا الابنه ديال الممتلكه ديالو، فهناك اشكال حقيقي هو ان مجموعه يعني من القروض ومجموعه من استرجاع الضمانات ومجموعه ديال يعني حتى صرف الاجور للعمال المجموعه ديال الشركات هو الان يعني متوقف، الى درجه ان هناك مجموعه يعني مثلا مجموعه من البنوك قد اوقعت حجزا يعني عملت الى اقع الحجز على مجموعه من ممتلكاته بالاضافه الى العقل ديال الممتلكه ديالو من طرف السيد الوكيل العام المالي. فهنا في الحقيقه ماشي غير اضرار، يعني هناك طامة كبرى، وحنا يعني اكيد يعني لدينا يعني سميتو لدينا كل الثقه يعني خلال هذه المرحله الاستئنافيه ان المحكمه غتستجب لهذا الملتمس، خاصه وان الملتمس يتعلق فقط بتدبير الممتلكات في اطار القانون 23/98 المتعلق باداره السجون وليس بتفويتها او التصرف فيها. شكرا جزيلا. العفو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.